في الفقرة دي أكيد كلامنا هيكون متواصل في الكورة عن استعدادات الأهلي تحديدا لمباراة إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام سان داونز، واللي ناس كتيرة يعني منذ لحظة انتهاء مباراة الذهاب وبتتكلم عن الإياب شكله هيكون عامل إزاي، هل هيكون لصالح النادي الأهلي ولا لأ، هل سان داونز ممكن إلى حد ما يتراجع في اللعب المفتوح الهجومي اللي هو متعود عليه، ولا زي ما بيتقال سان داونز لا بيفرق معاه أرضه من غير أرضه جماهيره من غير جماهيره، هو كده كده لعب واحد بيعتمد على الهجوم بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت هو بيبقى يعني ما عندوش حاجه يخسرها. هنتوقع اكيد مباراه قويه جدا، بس تفاصيلها خلينا نناقشها مع الاستاذ صبري سراج الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، ان شاء الله يبقى يوم حلو علينا كلنا. نور الدنيا كلها. الجزء الاخير من تقديم التهوان يخوف. فكره ان انت انا قلقت والله. والله يعني فكره ان انت فعلا بتلعب خصم مبدئيا قوي، خلاص خد المبادره بالنتيجه اللي حققها في ماتش الذهاب. فقبل ما نتكلم معاك عن ماتش بكره، عايزين نعرف رؤيتك للماتش اللي فات كانت عامله ازاي. الحقيقه ان الماتش اللي فات انا صدمت كتير من الاداء، مش من النتيجه، النتيجه مش سيئه، مش اخر المطاف بالظبط يعني. في الاخر انت خسران فرق جول وسهل تعوضه على ارضك رقم يعني بشكل يعني لو بنتكلم فانت خسران 1-0 وعندك ماتش على ارضك ففرصه التعويض موجوده، لكن شكل الاداء اللي اتقدم في البطوله من اول ماتش سيمبا لحد نهايه ماتش سان داونز الاولاني، الحقيقه ان هو مربك لينا شويه. ما كناش متخيلين ان ده هيكون الاداء في الماتشين في الثلاث ماتشات اللي فاتوا. الحقيقه 2 سيمبا وماتش سان داونز بالظبط، يعني يمكن سيمبا الشوط الاولاني احنا قدمنا شوط جيد في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني حصل تراجع كبير جدا، ثم في مباراة سان داونز قصة الخوف من سان داونز هي دي أكتر نقطة فرقت في الماتش اللي فات. صحيح. أنا كنت متخيل وقلت الكلام ده هنا في هنا قبل المباراة، إن لعيبة النادي الأهلي مش مطالبة إن هي تنزل عايزة تنتقم أو عايزة تعوض أو عايزة تقول إن إحنا زينا زي لعيبة سان داونز ولا كل الكلام ده. إحنا بطل أفريقيا في الأول وفي الآخر، إحنا أقوى فرقة موجودة في القارة، حتى لو النتائج في السنين اللي فاتت قدام سان داونز ما كانتش بالشكل اللي احنا كنا متعودين عليه قبل كده قدام نفس الفريق، لكن في الاخر انت بتنهي البطوله وانت البطل. هو من 2016 حقق البطوله طول تاريخه مره واحده، انت حققتها 11 مره، فيعني المقارنه تاريخيا وعلى مستوى القوه وعلى مستوى القدره على المنافسه وعلى والنفس الطويل وكل حاجه في صالحك. انت خسرت مباراه او اتنين بنتيجه كبيره، ده لظروف مش لان انت سيء، انت عملت مع المباراه بشكل سيء، ما كنتش مركز ايا كانت الاسباب، لكن في الاخر هي اسباب بتحصل مره استثنائيه، ما هياش حدث دائم. فالحقيقه اللي انا شفته في الماتش اللي فات ان احنا نزلنا واحنا خايفين نخسر تاني. صح. وده مش من طبيعه النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي ان هي تنزل قدام اي فريق ايا كانت قيمته. انت قدام ريال مدريد استشعرت ده من خلال ايه؟ يعني شفت ايه فجالك الاحساس بكده؟ شفته في 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 تمريرات اللعيبه، في الارتباك الدفاعي، في التحركات الدفاعيه، في التمريرات. احنا قعدنا وقت طويل جدا معظم المباراه ما نقدرش نعمل 3-4 تمريرات على البعض، فده سببه ايه؟ مش سببه ان انت كنت خطتك وحشه، بالعكس انت كنت نازل وبتلعب ميديم بلوك زي ما بنقول، مقفل من قدام خط ال 18 بتاعك، مخرج الجيم كله بره ال 18 بتاعك، وبتلعب لعب المفروض ان هو الى حد ما متوازن، وبتلعب على التحولات الهجوميه. ما قدرتش تحقق ده خالص، بالعكس حتى اللعيبه في الملعب ما كانش فيه ترابط كبير وكان فيه مساحات. في تحليلنا قبل المباراه وكنا بنحلل بعض اللقطات من مباراه بيترو اتلتيكو، وبيترو اتلتيكو كان عامل جيم مش سيء قياسا بامكانياته، لكن كان في مساحات في نص الملعب، واحنا بنشرح قلت مستحيل ده يحصل في ماتش الاهلي، المساحات دي ما ينفعش تكون موجوده واللعيبه بتاعتنا لازم تكون اقرب لبعض من كده. لكن الحقيقه اللي احنا شفناه في المباراه كان نفس الاداء اللي قدمه بيترو اتلتيكو في مساحات، رغم يعني انت تشوف تحس ان كل لاعب واقف في مكانه، انما واقف في مكانه بيعمل ايه او بيتحرك بسرعه عامله ازاي، الاكسلريشن عامل ازاي بتاع اللعيبه، كل ده ما كانش جيد. فاحنا ما قدمناش الحقيقه مباراه كويسه، القصه مش عند كولر بس، لكن كمان عند اللعيبه اللي هي نزلت الملعب ومفيش تركيز كافي، وفي سنه قلق من فريق انت اصلا على مدار البطوله انتوا بتقيسوا بالماتش، يا جماعه انتوا البطل، انت ممكن تكون خسرت منه في ظرف، انما في الاخر انت البطل والمفروض ان انت بتدافع عن اسمك وعن سمعتك كلاعب. وللاسف الموضوع اخذ حيز غريب، يقول لك عقده سان داونز، هي وصلت لعقده ليه يعني؟ ايه اللي خلاها عقده سان داونز يعني؟ مش يعني طبعا التاريخ بيقول ان احنا دلوقتي احنا في الوضع صفر، احنا المباريات اللي ما بيننا وما بين سان داونز
النتائج بتاعتها الاهلي كسب عدد مرات قد اللي كسبه صن داونز، لكن في الخمس سنين اللي فاتوا صن داونز رقميا على مستوى التنافس المباشر يعني حقق تفوق كبير، فقدر يعوض الجاب اللي كانت بينه وما بين النادي الاهلي. لكن ده ما ينفعش يكون، ما فيش اصلا فريق في اي حته في الدنيا المفروض ان هو يكون عقده للنادي الاهلي بالزبط. يعني انا بتكلم ان ريال مدريد في كاس العالم للانديه احنا ما لعبناهوش بالشكل ده، صح؟ يعني حتى مع تحفظنا طبعا ان احنا تحفظنا دفاعيا ومش عارف ايه، لكن قدمنا جيم كبير ووصلنا للجول كتير وكنا بنلعب بثقه كبيره. فما ينفعش الفريق اللي قدر يلعب بثقه كبيره قدام فريق بحجم ريال مدريد لما يجي بعد التدعيمات اللي حصلت في الميركاتو اللي فات والفريق المفروض انه بقى اقوى ينزل قدام صن داونز يقدم الشكل ده من الاداء، ده كان شيء الحقيقه محبط جدا بالنسبه لنا. الظاهر ان كل فتره والتانيه لازم تمر علينا مباراه ما او بطوله ما تخلينا ما نبقاش بنعول قوي على حته التاريخ وفرق الانجازات صحيح. وحجم النجاحات بين اللي احنا يعني فرقتنا وبين الفريق المنافس، لان على الارض ساعات بيبقى في قول تاني وكلام تاني خالص. هو دايما لازم لا تعول على التاريخ، لان الحاضر المباراه 90 دقيقه، فانت في 90 دقيقه وكمان انت في بطوله نوك اوت مش في بطوله مجموعات طبعا. هتجمع طبعا. فيها نقط وتصعد في الاخر، لا ده طبعا. اللي بيتغلب بيخرج طبعا. فبالتالي هي 90 دقيقه، 90 دقيقه دي ليها ظروف، فانت لازم تكون حاضر بكل قوه خلال ال 90 دقيقه دي. التاريخ حلو وعظيم ويديك ارث ويديك هيبه وانت نازل الملعب. لعيبه صن داونز احتفلت احتفال كبير والمدرب بتاعهم احتفل احتفال مبالغ فيه بعد المباراه عشان كسب 1-0، فبالتالي دي قيمتك. يعني لما كسب 1-0 عمل، احنا شفنا الاحتفالات كانت عامله ازاي واحتفال المدير الفني وكلامه بعد المباراه كان عامل ازاي، وان احنا هنسجل في القاهره وحس ان هو انتشى، يعني حصل الحمد نشوه كبيره قوي من الفوز وبالذات المؤتمر الصحفي بالظبط. الجلاله خدته جامد بالظبط، لان هي دي انت اللي سمحت له بده، صح؟ انت صح. اللي سمحت له بده. فانا ما عنديش مشكله قوي مع النتيجه على قد ما كان عندي تخوف كبير من شكل الاداء. المباراه دي كانت للاسف كانت ممكن تخرج بنتيجه اكبر من كده، الحمد لله ان ده ما حصلش. عندنا مباراه، عارف ان مفيش وقت للتحضير، اللعيبه خدت اجازه تمرن تمرينه واحده النهارده وبكره ويدخلوا المعسكر وبكره مباراه، انما في الاخر احنا داخلين البطوله واحنا عارفين ان احنا هنلعب كل 3 ايام وعارفين الضغطه دي وعارفين ان احنا هنسافر مسافات طويله وبتاع، فاحنا المفروض ان انت مستعد على الاقل ذهنيا لده. فاللي حصل في المباريات اللي فاتت مش مقبول ان هو صحيح. يحصل بكره. احنا بنعول على خبرات اللعيبه والفورمه الحقيقه اللي هم وصلوا لها في الفتره اللي فاتت، احنا نهينا السيزون اللي فات بشكل ممتاز حتى في مباراه اتحاد العاصمه رغم ان احنا خسرناها، لكن قدمنا اداء كويس كنا بنوصل للجول كتير. المباراه اللي فاتت قدام صن داونز احنا ما وصلناش تقريبا لمرمى صن داونز، ما شفناهوش. انت كنت بتلعب بشكل دفاعي بحت، يعني ما هي دي النقطه. انت خايف فبتقفل وعامل تكتلات دفاعيه. طب ما ليه يعني؟ بص انا معاه ان هو كان لازم يقفل دفاعيا. فرقه زي صن داونز عندها لعيبه لاتين كتير، فعندهم مهارات عاليه، عندهم ترابط وعندهم شكل معين. أيوة هم أيوة بيلعبوا بيه بقالهم سنين. بس ده كده انت بتدي فرصه للمنافس بتاعك ان هو يضغط عليك، وده اللي حصل. هم ضغطوا عليك بشكل كبير جدا، خلوا السيطره ما تبقاش موجوده تقريبا. هو ده ما كانش المفروض يحصل طبقا للخطه. يعني احنا كنا نازلين بنلعب ميديم بلوك، فكان الطبيعي ان هم ما يدخلوش ال 18 عندنا كتير لو اللعيبه كانت جاهزه فعليا لده وقادره تلعب على التحولات. بالعكس احنا كان ممكن نهدد صن داونز، ان حتى في مباراه 5-2 احنا وصلنا لجون صن داونز كتير وسجلنا هدفين وكان عندنا مشكله دفاعيه خسرنا بسببها، بس احنا كنا فاتحين الجيم. في حين ان احنا في الماتشات اللي حققنا فيها نتائج جيده هناك في بريتوريا او هنا في القاهره كنا بنضيق المساحات على لعيبه صن داونز وبنخنقها وبنلعب على التحولات، وده اللي المفروض يحصل. الغيابات بقى في رايك كانت مؤثره الى اي درجه؟ انا بكلمك هنا تحديدا عن امام عاشور وعن حسين الشحات وعن كهربا. طيب كهربا لا بديل له في النادي الاهلي بكل وضوح، يعني الحقيقه مش هنجمل الكلام. كهربا من عودته من يناير اللي فات وهو مقدم مستوى كبير جدا طبعا. مع نقطة مهمة جدا لازم نركز عليها، كهربا مش مركزه الأساسي مهاجم، عشان الناس بتتعامل معاه في مسألة تضييع الفرص تحديدا وبتشيله كتير جدا، رغم أن الراجل ده لو ما كانش موجود، لو ما رجعش في يناير وما قدمش الأداء ده في المركز الجديد عليه، احنا ما كناش نهينا الموسم بالشكل العظيم ده السنه اللي فاتت. دي نقطه لازم تكون في اعتبارات الناس وهي بتتكلم عن كهربا. الراجل مش مركزه الاساسي مهاجم، ومع ذلك بيأدي فيه بكل قوه، بيوصل كتير، صحيح بيهدر انما بيحرز، هو عامل حاسم في كل البطولات. البطوله دي انت وصلت فيها للمرحله دي بسبب كهربا. ماتشين سيمبا سجل وصنع، 3 اهداف بتوعك بصمته عليهم، سجل هدفين، هو هداف البطوله لحد دلوقتي، وصنع هو الاكثر مساهمه تهديفيه في البطوله. دي حاجات لازم نحطها في اعتباراتنا واحنا
بنقيمه، حتى لو في مشكله وانا اتكلمت عنها هنا في القناه وقلت ان عنده مشكله في الفيرست تاتش لو حسنها هيوصل لمرحله تانية، ده مش معناه ان هو مهاجم قليل، بالعكس هو افضل مهاجم موجود في الدوري المصري. كهربا بيقدم اداء ممتاز، والحقيقه ان بدلاؤه لم يقدموا نفس الاداء خالص ولا حتى نصه زي ما بنقول. فكهربا مهم جدا يكون موجود، ان شاء الله تكون اصابته بسيطه ويكون موجود في لقاء العوده لانه هيفرق مع الاهلي بشكل كبير. امام عاشور برضو الحقيقه من اللعيبه اللي اضافت كتير جدا من ساعه ما دخلت وقدمت شكل اداء مميز جدا والجمهور اتعلق بيه ولهم حق الحقيقه، لانه قدم اداء كبير جدا واضاف قيمه كبيره هجوميه بالذات لخط الوسط في النادي الاهلي، ودفاعيا هو بيقدم مردود كويس ومن اللعيبه اللي بتلعب بقلب قوي وكل كره بيدخل عليها، يعني هو في الحته دي من حمدي فتحي ان هي اخر كره كل كره بيدخل عليها هي اخر كره في الحياه هو لازم ياخدها، وهجوميا هو عنده اضافات كبيره جدا قدمها للنادي الاهلي فغيابه كان مؤثر. حسين الشحات صحيح بيمر بفتره كويسه جدا وفورمه عظيمه، لكن كمان رضا سليم بيأدي اداء كويس جدا، فانا ما كانش عندي يعني تحفظ قوي على غياب حسين الشحات عن المباراه، خصوصا ان احنا بنلعب كل يومين او كل ثلاث ايام، فربما يكون شايله لمباراه القاهره مش هيقدر واحد فيهم يلعب الماتشين خصوصا مع مسافه السفر الكبيره، فايا كان مين اللي موجود منهم الاثنين بيأدوا نفس الاداء، واحنا في الحقيقه عندنا من ساعه ما كولر من بعد مباراه سان داونز بتاعه الخمسه واحنا بقى عندنا تحول كبير في الاداء وبقى عندنا سيستم لعب وبقت كل اللعيبه مهما كانت مهاراتها الفرديه هي ترس في مكانها، احنا بنقدم سيستم لعب واضح فاي لعيب موجود في الحته دي المفروض ان هو بيؤدي، بتفرق بقى من لاعب للتاني في الفروق الفرديه، انما في الاخر احنا ما بنرتكنش لحل فردي عند لعيب عشان نوصل للجول. فرضا مستواه كويس جدا، حسين الشحات مستواه كويس جدا، في فروقات طفيفه بين الاثنين مش معناها ان واحد احسن من الثاني، لكن متعلقه بطبيعه اللاعب نفسه. في لاعب مباشر جدا رضا حسين الشحات ما بيلجاش للمراوغه كتير الا لو اتزنق، ومع ذلك بيأديها بشكل كويس جدا. عنده القرار الاول ان هو يبص على غيره او يروح على الجون مباشره. حسين عكسه شويه، حسين بيحب مهارته اعلى، بيحب يروح واحد لواحد كتير، بيحب ان هو اللي يروح على الجول الاول ثم القرار الثاني بتاعه ان هو يمرر، فهي فروقات ما بين اللعيبه، ده ليه ميزته وده ليه ميزته. طيب احنا هنروح فاصل بس هسالك السؤال ونجاوبه بعد الفاصل، لان انا واعتقد كلنا ملاحظين بيبقى في بعض اللعيبه المتالقه جدا والمهم جدا وجودها في بعض المراكز، ولكن بتبقى مثلا غير موفقه في مباريات مهمه، يعني لو هتكلم عند عبد المنعم اللي هو اطلق عليه فعلا مالديني مصر، ناس اطلقت عليه هذا اللقب، وفعلا هو اقوى دفاع حاليا ممكن تقول عليه في مصر، لكن في مباريات بيتالق فيها بشكل كبير جدا على سبيل المثال، وفي مباريات المستوى الفني بيكون ليس الافضل. فدي انا اديت مثال بعبد المنعم، خلينا نروح فاصل ونرجع للنقطه دي، احنا ليه ده بيحصل مباراه ممكن ومباراه او ما فيش ثبات بمعنى اصح في المستوى. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل حضراتكم مرة تانية لسه بنكمل دردشتنا مع ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة الأستاذ صبري سراج الناقد الرياضي، وقفنا معاه في الكلام عند تفصيلة عدم الثبات في المستوى، فكرة التذبذب، ودي الحقيقة من الحاجات اللي ناس كتير لاحظتها. طبعا هي آفة الكرة المصرية عموما يعني أو آفة اللاعب المصري عدم ثبات المستوى، لكن خلينا نقول برضو إن بتلعب كل 48 ساعة أو 72 ساعة من أول ما الموسم ما بدأ، بتسافر كتير جدا، حتى التوقفات الدوليه معظم لعيبتك بتروح المنتخبات وبتسافر، فمنطقي جدا الحقيقه ان ما يبقاش في ثبات في المستوى بالشكل المأمول. انما الغريب اللي بيحصل في مع اللاعب المصري تحديدا ان النهارده لو هو 80% بكره 20، يعني الجاب كبير بتبقى يعني كبيره جدا. افهم ان انت تكون 80% فتبقى 60 مثلا، انما تنزل ل 20 مره واحده ده الحقيقه بيكون غريب وملوش تبرير غير ان اللعيبه ما بتبقاش مركزها، ما بتقدرش تحتفظ بتركيزها مدة طويلة. عبد المنعم تحديدا الناس شوية يمكن احنا بنقارنه بعبد المنعم، يعني عبد المنعم قلتي ان هو احسن مدافع في طبعًا مصر، هو احسن مدافع في افريقيا الحقيقة مش في مصر صحيح. بس فدايما الناس بتحطه في مقارنة هو والشناوي وعدد قليل من اللعيبة، الناس دايما بتقارن ما بينه وما بين نفسه، هو كان عامل ازاي امبارح فعامل ازاي النهاردة. هو ممكن النهارده يكون عبد المنعم من اللعيبه اللي مستواها شبه ثابت، حتى لو حسينا ان هو اقل شويه في الماتش ده عن الماتش اللي فات، انما الجاب ما بتبقاش كبيره، ويمكن بتكون متعلقه اكتر بالمنظومه نفسها عامله ازاي وحاله اللعيبه في خط الدفاع اللي جنبه كلها عامله ازاي، انما هو بيقدم مستوى فردي بشكل الحقيقه كبير وممتاز. يعني زي ما بنقول ان في لعيبه عندها قصور في حاجات كتير، لا لازم ان احنا نشيد بلعيبه تانيه زي عبد المنعم عنده ثبات كبير في المستوى، عنده شخصيه كبيره وعنده ستايل
من زمان قوي ما شفناش لعيبه عندها مدافعين بالذات في الكره المصريه عندهم الستايل ده، اللعيب اللي بيعرف عنده ثقه كبيره في نفسه وعنده مهاره فممكن يرقص وهو اخر واحد، دي حاجات طبعا بتخلع قلوبنا صحيح طبعا. انما هو ده عليك ان تقبله زي ما هو، زي ما تقبلنا زمان مثلا ابراهيم سعيد بنفس الشكل، كان صحيح بيخلع قلوبنا واحنا في الملعب بترقيصه وهو اخر واحد في الملعب، ده ستايل. هو هي دي طريقته وده ستايله، فانت بتشتري الباكج على بعضها طبعا. وهي الحقيقه باكج حلوه، هي ممكن تكون مقلقه انما ممتعه جدا، تيجي تتفرج على الماتش وانت مش قلقان بعد كده تقول يا ابن اللذينه انت ايه اللي عملته ده. فهو لعيب عنده ستايل كبير جدا وممتاز، كون ان هو احيانا ما بيظهرش بالشكل اللي احنا مستنيينه منه، ده انا بشوف ان له علاقه بالمنظومه كلها، حاله الافراد اللي حواليه عامله ازاي، لان في الاخر الكوره لعبه جماعيه، فانا حتى لو كويس لوحدي واللي حواليا مش كويسين ادائي مش هيطلع زي ما الناس بتستناه مني دايما، لاني بعتمد على احنا بنتحرك واحده واحده، فانا حتى لو واخد مكاني صح واللي جنبي مش واقف صح صحيح هتبقى مشكله. لكن هو الحقيقه من افضل المدافعين لحد دلوقتي في البطوله، هو افضل من يعني انا بشوف ان هو السنه اللي فاتت ومكمل السنه دي المدافع رقم واحد جوه القاره، ويتفوق على مدافعين كتير جدا افارقه بيلعبوا في الدوريات العالميه كمان. صحيح، كلام محترم. طب خلينا بقى نتكلم على المباراه القادمه، وايه المنتظر من النادي الاهلي فنيا وتكتيكيا؟ بمعنى انا دلوقتي لما اجي اتكلم في مباراه الذهاب انا لعبت لعب جيم مقفول، حاولت ادافع بشكل اكبر وده ادى مساحه للمنافس ان هو يضغط عليا، وفي نفس الوقت كان في يعني تكتل دفاعي وانا كان عندي مشكله اوريدي اصلا في الدفاع، ما قدرتش ان انا برضو احمي المرمى بتاعتي بشكل كبير جدا، والناس كلها لمت الشناوي على الجول يعني اللي احرزه سان داونز. تعالى بقى في مباراه الذهاب انا بشوف الاياب انا بشوف ان هي هتبقى اصعب من مباراة الذهاب لأسباب كتيرة، بغض النظر أن هي على أرضي وسط جماهيري، بس القصة كلها أن أنا عارف أن سان داونز جاي ومستقتل ومستبيع ومش فارق معاه حاجة، وهيهاجم من اللحظات الأولى وهيلعب جيم مفتوح وهيعتمد على الهجمات المرتدة وغيره، ده لو أنا كنت ههاجم. هل أنا بقى مطالب أن أنا ألعب برضو جيم مفتوح وأهاجم، ولا المفروض يكون في ميكس ما بين الدفاع والهجوم علشان المباراة برضو يتم السيطرة عليها بشكل كبير؟ طيب خلينا الأول نتكلم على الجول اللي دخل فينا في الماتش اللي فات، وان الشناوي يشيل جزء كبير منه انما لا ما يشيلوش كله تمام. يعني دي لازم برضو نقطه تبقى واضحه جدا، خط النص كان فين؟ ما كانش فيه ضغط من خط النص عشان اللاعب يشوط من المسافه دي. وبعدين نتكلم على تحرك الشناوي، الشناوي كل الناس بتتكلم انه ما فردش ايده او مش عارف ايه، هو اصلا الشناوي خد خطوه غلط، يعني خد خطوه في الاتجاه العكسي غلط فما قدرش يلحق نفسه، فبالتالي ما قدرش يفرد ايده، دي طبعا مشكله تركيز. فاحنا بكره وخط الوسط اللي ما ضغطش مروان عطيه تحديدا او حتى مفتوحه تماما قدام اللاعب او حتى محمد هاني صح. فاحنا بنتكلم عن برضو مشكله تركيز، فاحنا بكره اول حاجه مطالبين بها قبل الخطه وقبل الشكل اللي هنلعب بيه هو التركيز، اللعيبه لازم تبقى مركزه 100%، اللعيبه لازم تكون هاديه، واللعيبه لازم تكون نازله وعارفه انها بتدافع عن اسم نادي هو اكبر نادي في الشرق الاوسط، وبيدافعوا عن اسمائهم اللي هي اسماء كبيره مش قليله خالص. ف انا نازل زي لعيبه سان داونز، لا انا كمان افضل من لعيبه سان داونز، انا البطل، انا بطل افريقيا، انا اللي بحقق البطوله دي كل سنه صح. فما ينفعش انزل وانا الان من فريق ايا كانت قيمته، وهو فريق كبير الحقيقه وبيقدم كره ممتازه، انما في الاخر نفسه مش طويل وجاي لك وعنده حوافز متضاعفه صحيح، هو بيبني الماتش اللي فات. ما تسمحوش للعيبه سان داونز ان هي تبني تاريخ على حسابكم ببساطه، شكلنا في الملعب هيبقى عامل ازاي برضو احنا لازم نكون مضيقين المساحات على لعيبه سان داونز. انا بشوف ان فوزنا 2-0 في القاهره ايام من سنتين تقريبا او سنتين وشويه هنا بجوليل علي معلول، الماتش ده المفروض يكون ريفرنس للطريقه اللي تلعب بيها سان داونز، انت بتضيق عليهم المساحات. صحيح هم مش هيمتلكوا الكوره بالشكل الكبير زي المباريات اللي بتبقى على ارضهم، بطبيعه الحال هو بيلعب بره ارضه اصلا كسبان واحد، فبرضه هو هيبقى عنده سن التحفظ وهيحاول ان هو مع الوقت يدخل في الجيم ويبدا يهاجمك، فما تديلوش الفرصه دي. برضه ما تفتحش الجيم ان انت تهاجم بشكل كبير وتضغط سان داونز في نص ملعبه طول الوقت والكلام ده، ده هيكون صعب جدا ان احنا نواجهه الحقيقه. احنا نلعب جيم متوازن، نكون مسيطرين اغلب الوقت على نص الملعب، ما نستعجلش الفوز، يبقى في تمريرات كتير، احتفظ بالكره اغلب الوقت او على قد ما تقدر في رجلك، مع الوقت هتقدر تسجل. انت محتاج مبدئيا جول، لو سجلته فانت وصلت للنقطه صفر، انما فكر فناخد المباراه خطوه خطوه مرحله مرحله، ما ننزلش الملعب واحنا عايزين نكسب 2-3 عشان احنا لازم نحط جولين 3 عشان نصعد ونبقى متامنين. لو خدنا المباراه
بالعبء ده من الاول، العبء النفسي ده والعبء الذهني ده، ان احنا نازلين لازم نكسب 2-3 عشان نقدر نعدي المباراه دي، مش هنحقق نتيجه كويسه. المباراه لازم تتاخد مرحله مرحله. العبرة بقى هنا ان ضغط الجماهير برضو ما يبقاش عامل مؤثر بشكل سلبي، فهمني في حتة اللي بتقولها دي تحديدا، ان ده ما يبقاش اللي هو انا كفريق وكجهاز فني عايز انزل اخلص المباراة عشان اقدم المشهد اللي يليق بجماهير النادي الاهلي، فابتدي ان انا افتح جيم اكتر او ما سيطرش على مجريات المباراة، فده يخليني ادفع الثمن بعد كده بهدف او غيره. يعني هي معادلة صعبة الكولر بصراحة وللعيبة جدا في ارضاء الجماهير وفي النتيجة اللي المفروض يحصلوا عليها. فيعني ارضاء الجماهير هيتم عن طريق الصعود، مش اي حاجة تانية. اصعد ازاي؟ دي مشكلة أو سؤال يجاوب عليه كولر ولاعيبته. الجمهور هو الجمهور، كل ماتش الجمهور رايح عايزك تنزل تكسب 5-6. عموما إن غدا لناظره قريب، وإن شاء الله غدا يحمل لنا أخبار سعيدة مع نهاية اللقاء. وبنشكرك على وجودك معنا النهاردة، نورتنا. كريم متشكر جدا، نورتنا يا مسيو صبري، وبالتوفيق إن شاء الله يعني للنادي الأهلي غدا. أكيد هنتكلم بكرة في تفاصيل أكتر، لكن عندنا أمل وثقة كبيرة جدا في لاعبتنا إن شاء الله إن هم يعوضوا اللي حصل في مباراة الذهاب، ويكون كمان يعني لعب حلو جدا وممتع مع نتيجة أكيد مرضية. أشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.